حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجان. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنطل عليكم بمجموعة من الأخبار والمواضيع اللي يبناها لكم من كافة إمارات الدولة وإمارة الجرعة على وجه الخصوص. نمسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي مروة. حياك الله يا مروة. يسعد مساك يا علي ومساك يا رب ويسعد مساكم مشاهدينا وإن ما كنتوا تابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اليوم بنتم وياكم إن شاء الله لين 8:10 بمواضيع متنوعة ومتعددة وبنبداها بالرياضة واللي هي فعلا تفيد الصحة وأكيد ما في يقولون دوم العقل السليم في الجسم السليم. في الجسم السليم ونحن من كذا حلقة نتكلم إن الرياضة زينة يا جماعة وحلو الواحد يلتزم بالجيم أو إنه مثلاً في كل يوم يحط له نص ساعة يمشي فيها. تروحين الجيم أنتي؟ أنا أروح أمشي. تروحين الجيم تمشي؟ أروح أمشي. ليش تروحين تمشين في الجيم؟ أمشي برا أرخص لك يعني بدون لا تدفعين مبلغ بدون ما تدفعين يعني مبلغ شهري وآخر شيء بس تمشين يعني. يعني أحس إن الكارديو أوكي حق البنات أكثر من الحديد وشي علشان شيء أبدأ. أنا بصراحة حاولت إني سجلت أنا سجلت يعني وبصراحة ما ودفعت يعني. وتعرف ندعم الجيم يعني لازم ندعم الجيمات بشكل عام عشان يستمرون يعني ونحن بس ندفع ونروح. لكن لا يعني شفت إنه ما يناسبني بصراحة الجيم فأخذت لي يعني جدول إنه يوميا أمشي تقريبا من نص ساعة إلى ساعة. جميل جدا. وعلى إن شاء الله أمل إني ألتزم في الجيم في المستقبل. على طاري طبعا هالموضوع وخاصة هالأيام طبعا الرياضة حديث موجود في المجتمع الإماراتي وخلال هذه الأيام أيضا طرح موضوع الرياضة والصحة بشكل عام. نعم. عند بعض الأعضاء في طبعا المجلس اللي مرشحين اعمارهم للمجلس الوطني الانتخابي واثار الواقع الذي تعيشه الرياضه الاماراتيه جمله من القضايا يتداولها الجميع منذ زمن من متخصصين وخبراء رياضيين وجمهور سواء طبعا على القنوات الفضائيه والصحف او حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يتطلب طرح بعض طبعا بعضها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي بعد أن انطلقت صباح أمس عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس لعام 2019 والتي تختتم غدا عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات تصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر الجاري في عرس انتخابي يزف الفائزين لمقاعد المجلس الوطني الاتحادي وليس خافيا على أحد أهمية القطاع الرياضي الذي لا يقل أهمية عن أي مجال آخر في المجتمع لما للرياضة من أهمية في النهوض بالمجتمعات وطرح القضايا الرياضية تحت قبة المجلس يساهم في نهضتها وفي هذه طبعا السطور نستعرض أبرز 10 قضايا رياضية طالب الخبراء بأن يليها المرشحون أولوية قصوى. فعلا وبلا شك مشاهدينا فإن الرياضات أصحاب الهمم أيضا قد حققت نجاحات ملحوظة على كافة الصعد بحيث أن يعد نجاح هذا القطاع أكيد من أنجح القطاعات الرياضية بالدولة لكن ما زال بحاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين اللي تسهل عملية انتقال لاعب من ناد إلى آخر وتسهل أيضا من عملية الممارسة على الموهوبين في ذلك القطاع كما أن هناك حالة من الضبابية من حيث رياضة المرأة كما أشار الرياضيون في العمل برياضة المرأة حيث تغيب الاستراتيجية الواضحة التي تحدد طبيعة هذه المشاركة ووضع استراتيجية أمر طالب به البعض بحيث تواكبها القوانين والتشريعات اللازمة واللي تضم مناخا متكاملا وملائما لتألق العنصر النسائي رياضيا أكيد إن شاء الله بيكون لنا وجود. نعم. في العالم الرياضي. لا ما شاء الله الحين أكبر. مؤخرا في اهتمام كبير طبعا في اهتمام كبير بالنسبة للرياضات اللي تخص المرأة وشفنا يعني الفترة الأخيرة صح إن في محاولات لكن مثل ما قلنا بعض أو مثل ما قالوا بعض الخبراء إن في ضبابية بس كرة القدم يعني للمرأة في ملامح واضحة لها إن شاء الله ويمكن تكون في بطولة خلنا نقول عربية أو خليجية تهتم أو تخص المرأة بشكل خاص. فعلا. عندنا طبعا مواضيع كثيرة اليوم مرة شو عندنا؟ بنبدأها باليوم العالمي أكيد للمسنين وأيضا بنروح لمنتدى التسامح الثالث لدار زايد للثقافة الإسلامية ومهرجان الشارجة السينمائي للأطفال والشباب نتعرف عليه أكثر اليوم. نعم وبنسير إلى التصوير والإخراج السينمائي وأيضا انتخابات المجلس الوطني لعام 2019 إن شاء الله مواضيعنا ما شاء الله اليوم متنوعة ومتعددة. نعم. وبنبدأها يا بنبدأها مع منتدى التسامح مروة طبعا منتدى التسامح الثالث لدار زايد للثقافة الإسلامية اللي طبعا يأتي بعد نسختين ناجحتين جاء هذا العام تحت الشعار دور التسامح
في التلاحم المجتمعي. والحين بنرحب عبر الهاتف بالاستاذه موزة الكتبي، مدير اداره شؤون الثقافه والتعليميه بدار زايد للثقافه الاسلاميه. هلا مرحب فيك. مرحبتين، هلا حياك الله. يسعد مساك. خبرينا استاذه عن النسخه الثالثه من المنتدى في عام التسامح. نظم الدار زايد منتدى التسامح الثالث تحت عنوان دور التسامح في التلاحم المجتمعي. نعم. هذا المنتدى في ضمن سلسلة متخصصة تعقدها الدار ضمن مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى إقامة مجتمع آمن وبناء اقتصاد مستدام. الهدف من هذا المنتدى أيضا أن إثراء المحتوى المعرفي والثقافي للتسامح ومناقشة دور قيم التسامح في تحقيق التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع. نعم. جميل. نعم. أستاذ موزة، كيف يستعرض هذا طبعا الحدث حال التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات ويعرضها للعالم كنموذج يحتذى به؟ المنتدى عرض قيمة التسامح من خلال التعاون مع عدة مؤسسات. نعم. المنتدى عقد جلستين، الجلسة الأولى شهدت مشاركة فئات مختلفة. جميل. الورقة الأولى اللي كانت في الجلسة الأولى، الجلسة الأولى كانت تحت عنوان قيم التسامح في تحقيق التلاحم المجتمعي. نعم. شاركت معنا جهات مثل وزارة تنمية المجتمع، مثل التنمية الأسرية، مثل مؤسسة وطني الإمارات. فالجهات هذه شاركت بعرض تجاربها وتحت محاور نحن كانت موجودة ضمن الجلسة الأولى، أهمها كان أهمية برامج المؤسسات المجتمعية في تنمية التلاحم المجتمعي. جميل. نعم. هذا المحور غطته وزارة التنمية المجتمع. التسامح وتعزيز الهوية الوطنية، النموذج الإماراتي في تعزيز الهوية الوطنية، النموذج اللي فيه تواصل بين كبار المواطنين والشباب، اللي فيه تواصل بين المرأة والرجل في توازن في الأسرة الإماراتية. نعم. انعرض أيضا ضمن هذا المحور. جميل. أستاذة موزة، سلطت ضوء على دور التسامح في التلاحم المجتمعي، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. التسامح والتلاحم كمفهومين يمكن يعني بعض الأشخاص يعني ينظرون إلهم إنهم مصطلحات جديدة. نعم. أو حديثة في التناول والطرح في دولة الإمارات، لكن حقيقة الأمر أن التسامح والتلاحم هي أساس قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نضرب نموذج نحتل فيه المركز الأول للدول الأخرى كيف أن نحن نطبق قيم التسامح في مجتمعنا، كيف نحن كدولة متماسكة عبارة عن 7 إمارات مطبقين أيضا مبدأ التلاحم. أن التعريفين هذين المصطلحين هم يشكلون مثل درع نحن نقول يحمي فيه المجتمع ويجمع شمله. نعم. فالنموذج التعريفين هذيلا يعني كلا التعريفين مرتبط بالآخر. جميل. لا يوجد تلاحم إلا في مجتمع متسامح. صحيح. المجتمعات المتسامحة هي المتسامحة دينيا ثقافيا عرقيا، هي الدول التي تنعم باقتصاد قوي، بحياة فيها رفاهية للمواطن، فيها فرص عادلة لجميع المتواجدين في المجتمع بغض النظر عن جنسياتهم وانتماءاتهم وأفكارهم، فهو مجتمع متلاحم. نعم. أستاذة موزة، الجلسات طبعا تناولت مواضيع عدة، خلينا نسلط الضوء على ما هي هذه المواضيع وماذا تضمنت. الجلسة الأولى كانت عبارة عن 4 أوراق. نعم. الورقة الأولى كانت أهمية برامج المؤسسات المجتمعية في تنمية التلاحم المجتمعي. نعم. من خلال هذه الورقة تم عرض جهود وزارة تنمية المجتمع في إعداد برامج تدعم التلاحم المجتمعي، وأبرزها كان مؤشر التلاحم المجتمعي والأسري اللي حققت في دولة الإمارات نسب مرتفعة. مؤشر التلاحم المجتمعي وصل إلى 86%، ومؤشر التلاحم الأسري وصل إلى 75%، هذا حسب قياس المؤشر في 2017، في قياس جديد إن شاء الله يطبقونهم في 2019. طبعا الورقة ذكرت بعض النماذج وأن في اهتمام بدعم المؤشر من خلال مبادرات مختلفة تطبقها الوزارة. نعم. الورقة الثانية كانت عن سمو قيم التسامح وأثرها في التلاحم المجتمعي. الورقة تناولت 3 محاور رئيسية، هي طبيعة العلاقة بين التسامح والتلاحم،
أهم العناصر اللازمة لتحقيق التلاحم المجتمعي والآثار المادية والمعنوية للتسامح والتلاحم للمجتمع. الورقة الثالثة في نفس الجلسة كانت عن التسامح وتعزيز الهوية الوطنية. جميل. الورقة سلطت الضوء على نماذج من التسامح بين الأجيال ومد صورة التواصل. ونماذج عن دور التسامح في تحقيق التقارب. نعم. بين الأفراد وبين الأسر وبين المجتمع ككل. جميل. نعم. الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى كانت عن التسامح الأسري. ركزت هذه الورقة على الدور الريادي للأسرة في بناء مجتمع متلاحم وتأثيرها في المجتمع ككل. نعم. يعطيكم العافية أستاذة موزة الكتبي. كنت ويانا عبر الهاتف مدير إدارة الشؤون الثقافية والتعليمية بدار زايد للثقافة الإسلامية، وكل التوفيق لكم في متداياتكم يا رب. حياكم الله وشكرين لكم. يعطيك العافية. الله يسلمك. والآن للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 38 من معرض الشارجة الدولي للكتاب تحت شعار افتح كتابا تفتح أذهانا، والذي سيقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارجة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة. هذا المعرض الذي يعد رهانة صاحب السمو حاكم الشارقة عندما رهن خنجره الذهبي ليقتني كتابا، نجري اليوم نحن ثمار ذلك الرهان الذي جعل من الشارقة العاصمة العالمية للكتاب. يأتي معرضها ليفتح صفحة جديدة. نقول للجميع افتح كتابا تفتح أذهانا تفتح عقول العالم. الشارقة تفتح كتابها الكبير لتروي قصة الشارقة والإمارات إلى العالم والحضارة العربية. أكثر من 2000 دار نشر تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يأتون من 81 دولة من دول العالم ليرووا قصتهم ويسردوا حكايتهم في الشارقة. وهناك أكثر من 900 فعالية يشارك بها أكثر من 400 كاتب ومؤلف. هناك زخم ثقافي فكري متميز في دورة هذا العام. هناك ستيف هارفي الإعلامي المشهور الذي يقدم كتابه في الشارقة. أيضا هناك الفائز بجائزة نوبل الآداب أورهان باموك. أيضا وجود جولزار الفائز بجائزة الأوسكار العالمية للموسيقى. اليوم الموسيقى والشعر والأدب يحكوا قصتهم. دكتور واسين الأعرج. أسامي عدة ومتنوعة تجدوها في الشارقة. لا تضيعوا الفرصة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر معرض الشارقة الدولي للكتاب. افتح كتابا تفتح أذهانا. تعد الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب دورة مختلفة واستثنائية احتفاء باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب. طبعا هنالك العديد من الشخصيات الثقافية الكبيرة التي تشارك في البرنامج الثقافي الخاص في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات التي سيتم تقديمها لمختلف الجنسيات والمختلف الأعمار من الزوار. يشارك في الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة التي تشارك في البرنامج الثقافي مثل ستيف هارفي، فيكرام سيث، مارك مانسون، علي الهويريني والعديد من الأسماء الثقافية الأخرى. حياكم الله مشاهدينا، طبعا مكملين معاكم في برنامج 7 على 7، والحين بسير وياكم لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته السابعة والذي جاء تحت شعار أفلام مستوحاة من كتب. طبعا هذه الفعالية تحت رعاية الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة فن ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي ينطلق من 13
وحتى 18 من أكتوبر المقبل في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. مزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الأستاذة مجد الفارسي، منسق برامج في مؤسسة فن. أهلا وسهلا فيك. يا هلا مرحب فيك. حياك الله. يا مرحبا بك. يعني بداية نود التعرف معك أكثر عن تفاصيل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب. ينطلق إن شاء الله مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في 13 من شهر أكتوبر، يستمر ليوم 18. بيكون في إن شاء الله عروض أفلام، ورش عمل متنوعة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. الفترة الصباحية بتكون للمدارس والفترة المسائية بتكون للجمهور. نعم، خبرينا عن الأجندة الدورة السابعة في المهرجان. مثل ما قلت بيكون إن شاء الله في عروض أفلام، وبيكون في ورش. الورش بتكون متنوعة من الشركات الداعمة، وعندنا أيضا مخرجين إماراتيين. عندنا ورش مقدمة من كانون، ورش مقدمة من شركة أو سوري مؤسسة الشارقة للإعلام شمس. أيضا المخرج نواف الجناحي بيقدم عديد من الورش. بالنسبة للأفلام استقبلنا فوق 1000 فيلم، تقريبا 1454 فيلم. اخترنا منهم 132 فيلم من 31 دولة. نعم. وفي الصدارة الدول المشاركة عندنا فرنسا والمملكة العربية والسعودية. ما شاء الله. طبعا بشكل عام كم دولة شاركت وياكم؟ 81 دولة. 81 دولة. جميل. شعاركم أو شعار طبعا هذه الدورة أفلام مستوحاة من كتب. ما هو طبعا يعني خلف هذا الشعار، ما هي التفاصيل التي او الاهداف التي تريدون ان تسلطون الضوء عليها؟ فكره هذا المهرجان السنه مختلفه جدا طبعا، مستوحاه من الكتب نفس ما قلنا. جميل. مستوحاه من الكتب اللي هي اصلا كانت في الاساس افلام، اعمال سينمائيه. طبعا هذا اللقب اللي حصلت عليه اماره الشارقه، لقب العاصمة الثقافية للكتاب عام 2019 من منظمة اليونسكو. نعم. وهذا طبعا يؤكد على أهمية الكتاب ودوره في السينما. نعم. هل بيكون في عرض لبعض الأفلام في دولة الإمارات وتعرض لأول مرة؟ عندنا 4 أفلام تعرض لأول مرة. بيكون في فيلم اسمه كارما، في فيلم اسمه سر الحياة، في فيلم مشترك بين الإمارات العربية المتحدة مع بلاد الهند أيضا. نعم. نعم. شو هي الأفلام الإماراتية التي سيتم عرضها أول مرة إن شاء الله؟ هي الأفلام اللي هي 4 أفلام إماراتية. نعم. كل هذه 4 هي إماراتية. كارما. نعم. كارما وسر الحياة واللي هو مشترك مع بلاد الهند. نعم. مخالب. نعم. وأيضا الأفلام الإماراتية اللي بيتم عرضها خلال المهرجان، في أفلام إماراتية ولا؟ هي هذه الأفلام اللي بنعرضها، وفي نعم. أفلام أيضا أخرى. من بتعاون مع من ال 138 فقط فيلم. 4 بس افلام اماراتيه. نعم. جميل. طبعا في ضوء المشاركه الدوليه اللي نشوفها ما شاء الله، وقلتي يعني مثل ما قلتي 81 دوله مشاركه في هذا المهرجان، وتم تقديم 1000 وشيء فيلم، واصطفيته طبعا من وصفيته من هذه الافلام تقريبا 100 وكذا يعني فيلم. تقييمكم اليوم للمهرجان وتقييمكم لهذه المشاركات ووصولكم ايضا ل يعني ما شاء الله مشاركين بعدد كبير، كيف ترونه؟ طبعا احنا الحمد لله العدد اللي وصلنا السنه يعتبر 3 اضعاف العدد السنه الماضيه. 3 اضعاف. ايضا ضفنا فئه الشباب، هذا بحد ذاته يعتبر انجاز طبعا بعد اوامر سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان عبد الله محمد القاسمي، أمرنا نحن نوسع الدائرة ونضم فئة الشباب، فتغير اسم مسمى المهرجان ليصبح اسمه الأطفال والشباب. نعم. ليس فقط الطفل. نعم. هل الفئات العمرية، خبرينا أكثر عن الفئات العمرية المشاركة في هذا المهرجان. أفلامنا مقسمة، عندنا فئات الأفلام هي مقسمة لفئات، فئات من صنع الطلبة، أفلام من صنع الأطفال، أفلام وثائقية، أفلام رسوم متحركة، أفلام روائية طويلة. هاي تصنيفات الأفلام اللي عندنا، طبعا هم محكمين اللي يصنفونها ويختارون منها هاي الأفلام. نعم. أيضا عندكم ما شاء الله على هامش
هذه أو هذا المهرجان، هناك وجوه إعلامية وجوه فنية تستقطبونها خلال المهرجانات بشكل عام، ما من هي طبعا أصحاب هذه الوجوه الجديدة؟ عندنا مجموعة من 18 شخص هم فنانين ومخرجين معروفين. عندنا من الكويت الفنان عبد الرحمن العقل، من المملكة العربية السعودية عندنا عبد المحسن نمر، من سوريا باسل خياط، وطبعا من دولة الإمارات عندنا المخرج المعروف عبد الله الجنيبي. نعم استاذة مجد، اعضاء الاعضاء اللي محكمين للافلام، هل في كم عددهم؟ وايضا هل في من دولة الإمارات محكمين؟ 18 محكم، منهم 4 إماراتيين، المخرجة نهلة الفهد، ايضا ياسر النيادي، ايضا محمد فكري، نعم، وعبد الله الجنيبي. نعم نعم، ما شاء الله اليوم يعني مع هذه الحركة السينمائية وهذه المهرجانات اللي تكون جيل واعي بالسينما وبالفن بشكل عام، كيف رأيتم تفاعل الشباب الإماراتي؟ يعني نحن الأطفال يعني ما شاء الله يندعمون، ولكن نحن نعرف الشباب اللي بروحهم يدعمون إعمارهم، بروحهم يشوفون شو هي الفرص اللي ممكن يطورون من خلالها مسيرتهم السينمائية الفنية، كيف شفتوها؟ طبعا نحن نحتضن هالأفكار وهالمواهب، ودائما نقدم ورش على مدى العام، ورش مكثفة في مجال السينما، سواء كانت صناعة الأفلام أو التصوير أو الأنيميشن، نقدم ورش مكثفة، وأيضا نسقل مهارات هالأطفال أو الشباب. بعد ما ضمينا أيضا فئة الشباب عندنا ورش للأطفال وورش للشباب. جميل. نعم، ما هي العبارة اللي اخترتوها للمهرجان؟ فكر سينما. شو السبب والهدف منه؟ احنا كنا فكرتنا ان احنا نغرس في اذهان هالاطفال والشباب فكره الثقافه السينمائيه في الصوره والسينما. نعم. فهذه هي فكرتنا، وحرصنا ان احنا نختار هالجمله. نعم. ايضا لتاكيد على الفن السابع. نعم. جميل جدا. اليوم طبعا قطعتوا شوط طويل من خلال المبادرات اللي تقدمونها من خلال الدعم والدورات للأطفال وأيضا الشباب، ما هي الصورة يعني أو الهدف الذي وضعتموه في المستقبل وستصلون إليه إن شاء الله؟ طبعا نحن هدفنا في مؤسسة فن إعداد جيل واعد من الفنانين السينمائيين المبدعين، جيل قادر على إنتاج محتوى إعلامي هادف يخدم تطلعاتهم وأحلامهم بإذن الله تعالى. شاكرين لك طبعا هذا الحوار معك، شاكرين وجودك معنا الأستاذة مجد الفارسي، منسق برامج في مؤسسة فن بالشارقة، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، نورتينا. ما قصرتي. وأكيد مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، بنروح وياكم لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7. اليوم هو اليوم العالمي للمسنين، وهو رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، واللي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام. ونظم فريق عمل من مركز الشارجة للاتصال زيارة اجتماعية لكبار المواطنين المنتسبين لدار رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارجة، وللتعرف طبعا يا مروة على المزيد من التفاصيل نرحب بالأستاذة خديجة خميس قسوم النقبي، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في مركز الشارقة للاتصال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا. احنا أسعد. الله يحفظك. بداية، ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها إلى المجتمع من خلال زيارتكم إلى لدار رعاية المسنين بالشارقة؟ والله بالنسبة للرسالة، رسالة أول شيء لأنفسنا احنا، نعم، أن يكون في بيننا تواصل دائما مع كبار السن. الرسالة الثانية أيضا لأفراد المجتمع، أنه أيضا نلفت الأنظار لهذه الفئة الغالية علينا. نعم. وأيضا أن يكون في رسالة تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات التي ترعى بكبار السن، ونكون إحنا قدوة لزملائنا الآخرين أو أفراد المجتمع والعائلة بشكل عام. نعم. جميل. أكيد هو البارحة كان اليوم العالمي للمسنين، ونحن نتمنى نكون كل يوم يوم أكيد العالمي للمسنين، الاهتمام فيهم. خبرينا أكثر أستاذة خديجة عن مدى أهمية توفر مرافق الرعاية للمسنين، شو أهميتها؟ طبعا مهمة جدا.
إذا كنا إحنا نهتم بهذه الفئة الغالية لازم نوفر كل البيئة تكون بيئة محاطة بالسلامة والأمن. نعم. من ضمنها هذه المرافق بحيث أنها تكون مناسبة لهم ككبار السن وتكون معيشتهم اليومية بشكل عام سهلة ومبسطة ويقدرون أيضا يمشون حياتهم في من ناحية الخطوات المنحدرات مثلا من ناحية الأدوات اللي يستخدمونها المرافق الصحية في مثلا تكرمين الحمامات أيضا في المؤسسات الحكومية تكون مؤهلة مثل ما دولتنا كانت حريصة أيضا أن وضع ضوابط لين أصحاب الهمم في المرافق بشكل عام. صحيح. أيضا كبار السن لهم أولوية وحق أيضا في توفير هذه المرافق. صحيح. نعم طبعا من خلال المحاضرات أو وجود محاضرات توعوية وتثقيفية متعلقة بكيفية التعامل مع كبار المواطنين وكبار السن بشكل عام لا شك أن لها تأثير كبير على المجتمع. كيف أثرت هذه أو كيف تؤثر هذه المحاضرات برأيك على الناس بشكل عام؟ أكيد تؤثر لأن مثل دور الإعلام أنه يلفت الأنظار على هذه الفئة أيضا المحاضرات التوعوية والتثقيفية وأيضا المعرفة والمعلومات الحديثة اللي تتوصل مثلا سواء من ناحية العلمية أو من ناحية مجتمعية أو أرقام وإحصائيات أيضا الصور والفيديوهات أيضا اللي تعكس أيضا حياة شلون رعاية الكبار المسنين هذولا لها أثر كبير بحيث أنه يعزز قيم الاهتمام في كبار السن وأيضا التعرف وتعلم كيفية طرق العناية الصحيحة بهم. نعم. من كل الجوانب طبعا. جميل. أستاذة خديجة أكيد في واجبات من العائلة الأصدقاء تجاه المسنين، شو هي واجباتنا تجاه أي مسن؟ والله سؤالك حلو والواجبات كثيرة. هو يمكن يكون رد جميل لهم من الجمايل اللي ممكن علينا لكن احنا ضروري جدا ان تكون عندنا واجبات نقدر نقول من ثلاث محاور. نعم. الواجبات من ناحية أول شيء أن الناحية الاجتماعية. نعم. يكون في أكيد نحن نخصص لهم وقت من ناحية مجالستهم والتحاور ومناقشة معهم وأيضا مشاركتهم في المناسبات المجتمعية سواء زيارات أو أحداث وفعاليات في المنطقة اللي هم عايشين فيها. من ناحية روحية أن يكون في تواصل أيضا من ناحية مثلا وصولهم وأدائهم للصلوات والعبادات نسهل عليهم هذا الموضوع وما نحرمهم مثلا أنهم يروحون إذا كان كرجال المساجد بس بما يحفظ لهم مثلا سلامتهم لين الوصول. نعم. من ناحية أيضا عقلية أن مشاركتهم في الألعاب والألغاز مثلا المسابقات اللي والأمثال اللي دائما هم يعرفوها أكثر عنا. نعم. فهذه أيضا أن ننشط فيها عقلهم. صحيح. وحديث الذكريات اللي يتكلمون فيه ومن ناحية جسدية وصحية من ناحية اهتمام صحتهم من ناحية ممارسات الرياضة ممكن اهتمام في النظام الغذائي اللي هم يأخذونه. نعم. وإذا كان حد مريض أن العناية الصحية مثلا بالأدوية. نعم. طبعا ذكرتي في النهاية العناية الصحية أهمية وجود يعني مراقبة وضع كبار السن من ناحية الصحية. ما هو دور كل فرد حتى العائلة إذا عندهم يعني مثلا يدهم أو مثلا أبوهم الله يحفظ طبعا كل الآباء مثلا كبير في السن ما هو واجب الأبناء وكل أفراد العائلة لمراقبة هذا الأب أو هذا الجد من ناحية الصحية؟ دور كبير السن إيجابا على الأسرة بحيث أنه إذا كان هو مثلا يعاني من بعض الأمراض حلو أنه يتغير نظام العائلة كلها بيكون أكلها صحي يعني أكيد في خبراء أكثر في هذا المجال ولكن لو كان عندنا كبير السن من الأفضل أن إحنا ما نعزله وحتى في تناول وجباته ما نقول أنه على أساس بيرقد من وقت إن أكله مثلا من وقت ويتعشى بروحه. نعم. حلو أنه يكون معانا من ضمن مثلا سفرة العائلة على الطاولة وإذا كان هو مثلا يعاني من بعض الأمراض أو مثلا أمراض السكري أنه يكون نظام العائلة بشكل عام من نفس الطبق أنه خالي من السكر. نعم. بحيث هو ما يحس في الغربة من ناحية الأكل وما يحس أيضا نفسه محروم من أشياء غير عن البقية يمكن يشتهيها. نعم. عقب أكثر من ناحية ثانية حتى في ممارسة الرياضة لو كان اللي بيمارس الرياضة مثلا الأب والجد ومعاه مثلا يمشون مثلا على البحر ومعاه أبناءه وأحفاده بيكون شيء رائع أن تكون كأنه ممارسة عائلية مش أنه فقط العامل أو التكرم يعني مثلا الخادم. صحيح. هو اللي بيوديه بروحه فهذه الأسرة لما تحس أنه كأن الجد هو ضبط لهم حياتهم وهو جزء من العائلة بيكون شيء ممتع جدا. نعم. ونضمن أنه راح يستمر أيضا ما راح. صحيح. يعني يعترض على هالموضوع. نعم. أستاذة خديجة يقال بأن كل شخص يكبر في العمر يرد طفل بحاجة لرعاية واهتمام وأيضا حنان من الأشخاص المحيطين. صحيح. فيه من خبرتك هل فعلا تحسين أن هذه المقولة صحيحة؟ صحيحة نوعا ما ولكن بطريقة مختلفة.
كيف؟ صحيحة من ناحية أن كيف أن الوالدين يعطون وقت كبير لأطفالهم، بيكونهم في مرحلة ضعف ومرحلة حاجة ومرحلة جهل. نعم. لهالأسباب الوالدين يكثفون وجودهم ويحطون الاهتمام الأكثر لطفلهم. ونفس الشيء لما تنقلب الأدوار، أنه أيضا الكبير السن محتاج، لأنه ما يحتاج يعني يحتاج ما يحس بالوحدة، لازم ما يحس بالوحدة، وفي شغلات اللي ممكن إحنا الحين هو يجهلها نحن نعرفها، الأدوات والأجهزة الإلكترونية وما إلى ذلك. وأيضا من ناحية الضعف من ناحية الصحية. صحيح. لكن إذا قلنا من ناحية المجتمعية، لا بالعكس، أنا اللي أشوفه ما شاء الله أكثرهم إلا يعني بعض الأمراض اللي لربما كبر العمر والخرف والزهايمر وما إلى ذلك تؤثر فيهم، لكن بشكل عام كبار السن أنا اللي أشوفه ما شاء الله في عائلتي، يعني الله يحفظ ويطول العمر، مثلا جدتي مثلا ماما موزة يعني ما شاء الله عندها روح الفكاهية يعني تضحكنا، واللي يوم نروح له في البيت تونسنا نستانس والودودنا ما نطلع، وما شاء الله عندها الخير وعندها الأخبار كلها يعني. وهي يعني بيتها يعد الملتقى، على الرغم أن هي ظروفها الصحية شوية ما تقدر يعني أنها تتحرك وايد وما إلى ذلك. فأنا أشوف أنه بالعكس اللي يميز كبار السن عندهم الشفافية أكثر. نعم. احنا مثلا في المرحله يعودون للفطره والغريزه. هي نعم، احنا الحين عندنا موضوع المجامله، صحيح راح نجامل، لكن الحلو في كبار السن ما عندهم مجامله على طول بالوي، اذا كانوا شغلات كانتقاد بناء او شيء ما عجبهم يعني. صحيح. فبعد احنا دورنا ان احنا نتقبل، بالعكس نتقبل من هالشيء. نعم. على العين والراس. بالنسبه للاهتمام، بعض الابناء او يمكن بعض الاشخاص يبالغ في اهتمامه بحيث انه يشعر هذا الاب الكبير انه هو ضعيف. صحيح. فأنت ذكرتي نقطة أن يعني أن صح أن الكبار السن يعودون يعني يحتاجون الابن هذا، ولكن بعض الاهتمام ربما قد يشعرهم بالضعف. كيف الواحد يهتم في أبويه، يهتم مثلا في جدة، ولكن ما يشعر أن أنت خلاص كبرت وشيبت وما تقدر يقدر وخلاص يسوي موازنة شوي. طبعاً. نعم. كيف ممكن؟ واللي تفضلت فيه مهم جدا جدا. صحيح. ولو إحنا نتخيل بنفس مكان الشخص راح نحس مثل الواحد اللي مربوط. يعني وها شيء ترى وايد 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 مؤثر وبشكل. صح. سلبي. اللي عجبني خلال زيارتنا الأخيرة لدار رعاية المسنين في الشارقة، إن شفنا ما شاء الله كبار السن يتحركون بأريحية وهم عندهم الكرسي المتحرك اللي فيه ريموت. وهذا شيء جميل جدا يعني، على الرغم من كبر سنه بس يقدر يستخدم هذا الجهاز ما شاء الله بخبره ويرد ريوس وقدامه في الانحراف. هذه من بعض الاسباب ان احنا لما يكون في عندنا كبار السن انه هو يقدر يدبر امره، ما كامل ان نحسس انه كان طفل وهو جاهل ما يعرف شيء. صحيح. نحن سعيدين جدا بلقائك اليوم وشاكرين لك وجود معنا الاستاذه خديجه خميس يقسوم النقبي، رئيس قسم العلاقات العامه والتسويق في مركز الشارقه للاتصال. شكرا جزيلا لك. نورتي. شكرا جزيلا. ما قصرتي. والحين بسير وياكم مشاهدينا الكرام الى معرض الشرق الاوسط للساعات والمجوهرات، والذي في دورته 47 والذي يقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتم افتتاح المعرض من قبل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ويستمر المعرض خلال فترة من الأول وحتى الخامس من أكتوبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة. نتابع معنا هذا التقرير. اليوم النسخة رقم 47 من معرض الساعات ومعرض الشرق الأوسط الساعات والمجوهرات. المعرض هذا بيبدأ طبعا من تاريخ 1 أكتوبر لتاريخ 5 أكتوبر، بيبدأ 5 أيام. الشركات من عدة دول من العالم مشاركة تعرض أحدث تصاميمها في المجوهرات. المعرض طبعا معرض الساعات والمجوهرات اللي في الشارقة يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط من ناحية عدد المشاركين، من ناحية عدد الزوار اليوم. معرض لتاريخ، معرض صار تقريبا 26 سنه، وهي بنسخته يعني مكمل 26 سنه. طبعا عندنا نحن شركات ولا دول مشاركه من تركيا، من الهند، من ايطاليا، من سنغافوره وتايلاند. ف وطبعا مركزين طبعا على الشركات اللي من دوله الامارات، وطبعا عندنا نحن حتى منصه خاصه للمصممات الاماراتيات،
ما باب ندعم هذا القطاع في الدولة. وعندنا بعد ركن جديد بعد ركن المصممين، هذا الركن فيه مصممين من عدة دول، وعندنا إضافة جديدة بعد في هذا المعرض عارضين خاتم، طبعا تصميم شركة هندية، فيه 7777 حبة ألماس، وداخل موسوعة جنس كأكثر خاتم يعني عليه حبات ألماس. قيمة الخاتم 4.9 مليون دولار، وهذا تحفة المعرض، يعني هي مو للبيع لكن يعني للجمهور اللي يشوفها. احنا مشاركين في معرض اكسبو الشارقة لهذا العام، والحقيقة السنة هذه منزلين كميات كبيرة وديزاينات جديدة من الذهب والألماس، وبراعين جميع المواصفات والأسعار جيدة جدا، وعاملين خصومات خاصة في كل شيء، ونتمنى إن شاء الله أن ينال إعجاب الجميع وأن يتوفق إن شاء الله المعرض ويكون من أحسن المعارض المشاركة في الدولة. بعدها الحملات الانتخابية متواصلة لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، متضمنة أبرز القضايا المطروحة من قبل المرشحين واللي تركز على خدمة مواطني الدولة كافة. والمزيد من التفاصيل دعونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة حصة سيف المزيود الشحي، مرشح حالي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة رأس الخيمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حياك الله، سعيدين بوجودك. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير على الاستضافة. الله يحفظك، واجبنا، الله يطول في عمرك. نعم، يعني نشوف دور وسائل الإعلام الوطنية صراحة يطلع دورها في هذه الأحداث الوطنية اللي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يحفظك، جزاكم الله خير على هذا الدور. شكرا، واجبنا، الله يطول في عمرك. بداية يعني نعرف معك ومع المشاهدين عن الأسباب التي دفعت ل الترشح لعضوية مجلس الوطني الاتحادي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، جزاكم الله خير على الاستضافة. مثل ما قلت، الأسباب اللي دفعت حصة سيف للترشح، أنا أشوف الترشح بحد ذاته هذا واجب وطني. لكل مواطن يشوف في نفسه الكفاءة أنه يقدر نحمل أمانة ومسؤولية تمثيل الشعب يقدم على هذه الخطوة. فمن هذا المنطلق في البداية، وبدايتي في خدمة الوطني يعني في من خلال مسيرتي المهنية، خلينا نقول يوم كنت صحفية بجريدة الخليج من 13 سنة ما شاء الله، فحبيت أكمل هذا المشوار، وإن شاء الله يكون أبواب المجلس الوطني تفتح لنا أبواب إن شاء الله عشان الله نكمل مشوار خدمة الوطن. أستاذة حصة، ذكرتي الحين أنك عملتي كصحفية، صحيح. خبرينا عن دورك الصحافي الرقابي في العمل الحكومي. أخت مروة، مثل ما هو معروف الدور الصحفي أنه يكون دور رقابي على الجهات الحكومية وعلى المجتمع بشكل عام، أنه يرصد الظواهر أو القضايا العامة اللي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، تسليط الضوء عليها لخدمة هذه القضايا، أو تسليط الضوء على مكامن الخلل في القضايا اللي تأثر على صالح العام بهدف إزالتها وبهدف تسهيل الخدمة للشعب كامل. نعم. طبعاً ذكرتي في بداية اللقاء عن مسيرتك المهنية الطويلة قبل ترشحت للمجلس الوطني الاتحادي، دعينا نعود ل بدايتك المهنية ومؤهلاتك الدراسية وتدرجك في المهن وأيضا في هذا المجال بشكل عام وخدمة المجتمع. أخوي، أنا علي، أنا دارسة علوم سياسية جامعة الإمارات، والحمد لله درست قانون في جامعة عجمان ما شاء الله، وخلصت مؤخرا ماجستير تنفيذي في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبعد الحمد لله مخلصة متطلبات رخصة المحاماة. فأحس الواحد اللي يسعى أن يسقل مهاراته من خلال هذه الطلب العلمي، يعني عشان يكون أهل للمسؤولية في أي موقع ينحط فيه. وصراحة الثقة اللي أولتها حكومتنا فينا نحن كأفراد مجتمع أو كمواطنين هي اللي خلتنا ودفعتنا نحن نسقل مهاراتنا من خلال هذه الدراسات اللي نقوم فيها. نعم أستاذة حصة، سبب اختيارك لشعار من قلمكم في الصحافة إلى صوتكم في المجلس، أحس شعار وايد جميل، من صحفية لصوت. صحيح أخت مروة، أنا قبل ما كنت أحط ببالي أني أنا بدخل المجلس الوطني، الواحد يفكر شوف شو أقوى نقطة في شخصيته أو شو اللي بيساعده أنه يدخل المجلس الوطني.
فمن هذا المنطلق أنا استندت صراحة على خبرتي الصحفية وعلى قلمي اللي أنا حرصت فيه من خلال 13 سنة في عملي الصحفي إني أنا أطرح القضايا اللي تمس فعلا يعني بكافة أفراد المجتمع. نعم. فمن جميل. هذا المنطلق كان شعاري من قلمكم. نعم. في الصحافة إلى إن شاء الله صوتكم في المجلس. نعم. طبعا كانت إحدى يعني محاورك أو المحورك الأول في برنامج الانتخابي هو أن يكون المجلس الوطني ذراع الأيمن للحكومة. ما هو قصدك من هذا المحور وما الذي تريدين أن تحققينه؟ أخوي علي ما كملت المحور. أنا كان تطرقت في برنامج الانتخابي على محورين أساسيين. نعم. ما طالبت في وعود أو ما حطيت برنامج أي وعود، حطيت محورين أساسيين. المحور الأول أن يكون المجلس الوطني الذراع الأيمن للحكومة في تطبيق استراتيجية جودة الحياة. نعم. هذه الاستراتيجية اللي تقوم فعلا الحين حاليا الحكومة على تنفيذها من خلال عدة إجراءات معينة من خلال مدة زمنية حصرتها من 2019 إلى 2031. جميل. فإذا أنت عندك الهدف واضح، وهدف حكومتنا الحمد لله أن الوصول لأسعد شعب من خلال هذه الاستراتيجية والاستراتيجيات اللي تطبقها عموما يعني، فأن يكون المجلس الوطني الذراع الأيمن للحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية اللي محطي أهدافها واضحة بشكل يعني واضح أنها تسعى لسعادة الفرد وصحة الفرد وترابط الأسرة. نعم. وترابط المجتمع من خلال هالثلاث محاور، مؤكد أن المجلس الوطني يسعى إلى تنفيذ كذلك نفس الأهداف اللي ترمي لها حكومتنا يعني، فإيد وحدة أكيد ما تصفق. فالمجلس الوطني إن شاء الله بيحط إيده بإيد الحكومة بإذن الرحمن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتسريع العمل على تطبيقها. في المحور الثاني من برنامجك الانتخابي طرحتي موضوع اللي هو لأن نصل لأسعد شعوب الأرض. شو هي العوامل اللي تساعد علشان نكون إن أسعد شعوب إن شاء الله يا رب. نحن أسعد شعوب الأرض، نحن مطبقين هذه أوردي يعني، نحس إن منفذينها تماما يعني، لأن الحمد لله كل ما تسعى له حكومتنا أن نكون نحن أسعد شعوب الأرض، نحن فعلا أسعد شعوب الأرض، ونحن المفروض أن احنا نشد حيلنا عشان تكون حكومتنا أسعد حكومة، لأنها قدرة صدق أن توصل لهذا الهدف بالتحديد. صحيح. يعني محوري الثاني بخصوص أخت مروة أن يكون المجلس الوطني أكبر جهاز مسرع للعمل الحكومي. جميل. نعم. الحين الحمد لله حكومتنا قاعدة تشتغل على مسرعات حكومية كمبادرة يعني حكومية يعني قل ما نشاهدها صراحة في الحكومات الثانية. فالمجلس الوطني أن يكون أكبر جهاز مسرع للعمل الحكومي في هذا الاتجاه، ويكون يعني محط إيده صدق بإيد الحكومة ويساهم في تسريع العمل الحكومي اللي يهدف إلى سعادة الفرد ويهدف إلى صحة الفرد ويهدف إلى الأهداف الراقية اللي حطتها حكومتنا الحمد لله. فأنا أشوفها صراحة بيكون دور له فعال يعني، وبعد عندي نظرة مستقبلية يعني متفائلة في دور المجلس الوطني إن شاء الله في خلال المرحلة القادمة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات اللي قاعدة تشتغل عليها حكومتنا بإذن الله تعالى. لا شك أن اتجاهك للمجلس الوطني الاتحادي يعني وترشحت من خلال هذا المجلس ربما يعني اكيد بدافع منك وايضا افراد المجتمع او الاشخاص اللي حولك. صحيح. شو هي المطالب يعني اللي يعني استمعتي لها من افراد المجتمع كقضايا ولفتت انتباهك وتتوقعين لما تعرضينها امام المجلس الوطني راح يعني تساهمين جدا في تسريع عملية مثلاً جودة الحياة للفرد والنقاط التي أشرتي لها؟ في هذه النقطة أخي علي أنا مركزة صراحة على مكامن الخلل. وهذا استنبطت بعد من شغلي في الصحافة. نعم. نحن يوم سلط الضوء على مكامن الخلل أو القضايا أو النقاط اللي تعرقل عمل الحكومة. نعم. بهدف إذا زالتها وهدف تسريع العمل الحكومة نشوف في تجاوب كبير من قبل الحكومة من خلال ما نطرحه نحن في الصحافة. فنبى هذا التجاوب إن شاء الله يكون مع المجلس الوطني من خلال تسليط الضوء على مكامن الخلل من قبل 40 عضو في المجلس الوطني. ومثل ما قلت العمل في المجلس الوطني عمل جماعي، فإذا اتفق 40 عضو على محور معين أو على هدف واضح إن شاء الله بنوصل لمرحلة أن احنا فعلا بنوصل لتفعيل المجلس الوطني بشكل أكبر. نعم. تفعيل دوره والتصاقه بالمجتمع بشكل أكبر. صحيح. إن شاء الله. أهمية دعم الأمانة العامة للمجلس للباحثين والخبراء، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع.
أنا لفت انتباهي صراحة من خلال مطالعتي للمضابط الجلسات والأداء الفني للجان أن في بعض الأسئلة تم طرحها من قبل الأعضاء لمواجهة الوزراء أو الجهات المختصة تفتقر نوعا ما خلينا نقول إلى بعض الأبحاث أو بعض الحقائق اللي تدعم هذا السؤال. العضو إذا كان مستعد خلال سؤاله طرح السؤال أو مواجهة الجهة المختصة وهو مدعوم بالحقائق اللي تسند سؤاله، أنا أشوف بيكون له دور وايد كبير في تأثير هذا السؤال على الجهة المختصة، بحيث أنه ما تقدر تبرر هذا السؤال إلا إذا جابت له يعني منفذ أو يعني تحصر الجهة المختصة أن هذه الحقائق هي اللي خلت العضو يطرح هذا السؤال. وهذا واجب الأمانة العامة الحقيقة، ومثل ما قلنا دعم الأمانة العامة بالباحثين والخبراء في تحصين العضو في هذه الأبحاث وهذه الحقائق هو هذا اللي بيدفع له دور كبير صراحة في دعم وتفعيل العضو المجلس الوطني. نعم. من خلال الأسئلة أو الآليات اللي يمتلكها من خلال طرح سؤال أو مناقشة موضوع عام تحت قبة المر. نعم. يعني بعد ذلك برأيك كيف راح تنعكس قوة الأمانة العامة يعني على أداء المجلس بشكل عام؟ من خلال هذا مثل ما قلت لك أخوي علي. نعم. من خلال هاي الأبحاث اللي والحقائق اللي يبونها والنتائج يعني إن شاء أنت الله. إذا نحن في هذه استشفيتها بعد من عملي الصحفي، أنت إذا بتطرح قضية مجرد معاناة تنقل معاناة ما بتفيد حد. صح. لازم توجد. إذا تدعمها من خلال الحقائق. نعم. هذا اللي هي بيكون لها أثر ووقع كبير على الجهة المختصة إنها تحرك موظفينها وتحرك الجهات وتحرك سلطاتها من أجل حل هذه القضية. نعم. فأنا أشوف هذا المفتقدين صراحة في من خلال الأسئلة اللي تطرح على أعضاء المجلس الوطني في تحديد الحقائق اللي تدعم الأسئلة اللي تنطرح على الوزراء. نعم. هل لشخصيتك ومؤهلاتك دافع لخوضك هذه التجربة، وخاصة أنك عملتي كصحفية وأحس عندك سلاح وايد قوي اللي هو أن الشخص الصحفي يقدر أنه يعبر عن نفسه ويعبر عن أفكاره بالطريقة الصحيحة، ويعبر عن نفسه يعبر عن بشكل عام صراحة المجتمع. نعم. بالضبط. ينطق قضايا المجتمع ويمثل العديد من الأشخاص. نعم. أنا أشوف الصحفي صراحة هذه المهنة الحساسة هي ترمومتر شعوب. نعم. يعني أنت الصحفي ما تنظر لمجرد عينك، أنت تنظر بشكل عام للمصلحة العامة وتنظر للقضايا بشكل عام، وأنت بنظرتك هاي تعتبر محايد. يعني الحمد لله نحن كثير من القضايا اللي نسلط عليها الضوء نكون في مثل مقص الرقيب، يعني إن نشوف الأشياء ممكن ما يشوفونها المسؤولين مثلا. نعم. أو بشكل عام من سلطة المسؤولية أنك أنت ممكن ما تفوتك أشياء. نعم. الصحفي اللي يسلط عليها الضوء ويبرزها من أجل حل هذه المشكلة، مو بأن أجل بس تشير أو الإثارة. نعم. نعم. لو الحمد لله صحافتنا أشوفها صراحة أنا يعني قاطع شوط كبير من حيث تحمل المسؤولية العامة وطرح المواضيع بكل شفافية وبكل مسؤولية. نعم. نعم. البعض يعني من مرشحي المجلس الوطني خلال هذا العام تطرق ربما لعدة محاور، اللي يتكلم عن الصحة، اللي يتكلم عن التعليم، اللي يتكلم عن، لكن اللي نشوفه عندك طبعا ما شاء الله يعني في اختلاف كبير، انت ابدا ما تطرقتي لهذه الاشياء. برايك ما هو دور اصلا المرشح الحقيقي؟ لان البعض وهذا حتى ذكر في الصحافه وكان في مقال قراته قبل كم يوم، ان بعض المرشحين يروح لمساحه ليست من تخصصه. صحيح. فشو حابه تقولين في هذا؟ في هذا الشان اخوي علي دور المرشح، نحن كمرشحين الحمد لله في من خلال الجلسات الانتخابيه اللي نظمناها في راس الخيمه، اول كلامي عن ابرز صلاحيات المجلس الوطني. صحيح. لان في حد يدخل يعني مش صلاحيته يتكلم عن هالموضوع فهو يوعد ويتكلم فيه. يعني صدق ابرز سؤال نحن ممكن نواجهه، شو سوانا المجلس الوطني؟ صح. فهذا منو دور منو المرشح اذا كان المجلس الوطني يعني ممكن هو المفترض ان يقوم في هذا الدور، او وزاره الدوله لشؤون المجلس الوطني ممكن. نعم. هي بعد من ناحيه الدور التعريفي للمجلس الوطني، فنحن أدوارنا كلها متكاملة. نحن أنت كمرشح في بداية عليك مسؤولية أنك أنت توضح شو صلاحيات المجلس. صح. الوطني. صح. وما تركز على الوعود والمطالب، لأنك ما تقدر أنت كمرشح
ما عندك هذه الخبره البرلمانيه، فكيف توعد ناس وانت مو بعارف كيف طريقه العمل في البرلمان؟ صح. فهو هذا، وانا اشوف صراحه الحمد لله الوعي العام بكيفيه اختيار المرشح شو اسمه في وعي عام، يعني خلينا نقول متزايد. جميل. لان البرنامج الانتخابي ياثر 5%، المفترض انه يكون 5%، مو بانه ياخذ اللي هو النسبه الاكبر. يعني اكبر شيء، اكبر معيار ممكن الناخب يشوفه في او يبحث عنه في المرشح سيرته الذاتيه، شغله، مواقفه، ومؤهلات العلميه. انا اشوف هذه المعايير الصحيحه واللي هي مفترض انها تكون، يعني بغض النظر عن المعايير الثانيه اللي القبليه والعلاقات الشخصيه، هذه المفترض انها تنتهي. نعم. يعني صحيح. لانها ما عادت. نعم. ما عادت تفيد، ما عادت تفيد، وكذلك ما بتفيد حتى المجلس الوطني. صح. اذا وصلوا يعني من خلال الانتخاب مرشحين من خلال العلاقات الشخصيه او من خلال القبليه، ما اعتقد انها بتفيد المجلس الوطني، لان المجلس الوطني يحتاج كفاءه ويحتاج صراحه وعي عام من الناخبين في اختيار. نعم. مرشحينهم لتفعيل المجلس الوطني. نعم. وبعد انقل رساله لصوتي، صوتي اخوي من خلال منبركم، ان الناخبين عليهم مسؤوليه تفعيل المجلس الوطني من خلال اختيارهم. صح. وكذلك من خلال الاختيار، وما يوقف على الاختيار، كذلك متابعه العضو بعد ما ينجح. انت اعطيت الصوت ونجحته، بس بعد ما يوقف دورك في هالجسمه تتابعه وتحاسبه، انا اعطيتك الصوت شو سويت؟ من خلال هذه المحاسبه بيتفعل دور المجلس الوطني، من خلال يعني الاعضاء ان شاء الله يطلعون اقصى ما يمكن ان يطلعونه، لانه وراهم مطالب، وراهم. صحيح. شعب. نعم. يطالبهم. نعم. نحن اعطيناكم الاصوات، اعطونا الجهد اللي مطلوب. ايضا بعد يعني في هناك عدم، خلينا نقول عند البعض من افراد المجتمع مو بعارف شو دور المجلس الوطني. بالضبط. فيطلب من المرشح يعني اللي ما يقدر عليه اصلا. صحيح. والمرشح يمكن عشان ما يكسر بهذا يقول له ان شاء الله بسوي. أيوة. لك بالضبط. يعني. عليك نور اخوي علي. بالضبط. لأن صراحة صدق نحن حتى من خلال الجلسات اللي ها وايد ناس يقولوا حصة لا، وعديهم مثلا الناس ما توعد انه يعني. صح. برواتب او مثلا مزايا امتيازات. قلت له لا، ليش ادخل بهذه المعمعة يعني؟ نعم. اذا الناس غير يعني. صح. وصلوا من خلال هذا الشيء اللي هو غلط. نعم. انت تدخل فيه مفترض صراحة ان نحن ننبه الناخبين على ضرورة الاختيار مو بخلال المطالب او الوعود اللي يقطعها المرشحين. نعم. واخر بعد شيء اذا سمحتوا لي، تفضلي اخواني واخواتي جزاكم الله خير، بخصوص دور المسؤوليه. نعم. المجتمعيه انا اشوفها صراحه تلعب دور كبير تفعيل دور المجلس الوطني. ان اعضاء المجلس الوطني الأربعين مسؤوليتهم ما تقتصر على تحت قبه البرلمان. هذه يعني جزاهم الله خير، مسؤوليه مجتمعيه لازم يفعلونها كذلك من خلال علاقاتهم المجتمعيه اللي ينظر لها الفرد. صح. انت كعضو مجلس وطني شو سويت لي؟ المفترض انه يفعل من مسؤوليته المجتمعيه اللي هي لازم يقوم عليها كل الافراد، ان انت كمواطن شو مسؤوليتك المجتمعيه؟ فحسب مكانه الفرد او حسب صلاحيته ممكن يقدم من خلال هالمسؤوليه المجتمعيه. صحيح. فنحن صراحه وهذا بعد استشفيته من شغل الصحفي، ان الصحفي ترى مش محصور انه هو بس يكتب في الصحافه. يؤدي دور خدمه مجتمعيه من خلال نقل المطالب، حتى المطالب الفردية. نعم. للأفراد، وحلها من خلال التعاون مع الجهات المختصة بدون ما يلجأ حتى أن يكتب. وهذا الدور المجتمعي اللي يقوم فيه الصحفي المفترض أنه يقوم فيه عضو المجلس الوطني بشكل أكبر، لأن حسب مكانته المجتمعية وحسب مكانته السياسية هو له صلاحيات وله مكانة محسوبة على المجتمع. صحيح. بشكل عام. صحيح. فالمفترض أنه يتفعل المسؤولية المجتمعية لكافة أعضاء المجلس الوطني، مو بس المنتخبين، منتخبين وكذلك المعينين. نعم. ما مرفوع عنهم القلم. صحيح. نعم. المفترض صراحة من خلال المرحلة القادمة، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة صراحة بنشهد نقلة كبيرة من خلال أداء المجلس الوطني في المرحلة المقبلة. بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. نحن وصلنا الفضاء يا جماعة. نعم. نحن وصلنا الفضاء. يفترض أن يكون مجلس وطن يعني يمثل. صحيح. شريحة المجتمع، ويمثل هو الجهات الوحيد، الحكومه والشعب ايضا معه. بالضبط اخوي العلي، المجلس الوطني الاتحادي هو الوحيد اللي يمثل الجهات الحكوميه الاتحاديه. نعم. ويمثل الاتحاد. صحيح. فقوته ان شاء الله بتكون من خلال اداء المجلس الوطني في المرحله المقبله ان شاء الله باذن الله تعالى. استاذه حصه كم رقم الترشيح؟
رقم الترشيح طال عمرك 896. واختي مروه بخصوص بعد اجراءات شو اسمه، صراحه يعطيهم العافيه اللجنه الوطنيه للانتخابات مسهله طريقه التصويت وطريقه صحيح. الانتخاب بشكل ما تتصورون يعني ما شاء الله صحيح. يمكن عادي تبغى تتلقف بس الناخب من الباب لين توصله لمركز التصويت صحيح. ورسالتي صراحه لكل اعضاء الهيئه الانتخابيه على مستوى الدوله اللي اعدادهم اكثر عن 300,000 ناخب وناخبه، يا جماعه اعطتكم الدوله شرف ان يكون دوركم في المشاركه في هذه العمليه الانتخابيه، المفترض ان تقومون في هذا الدور. اللي انحرم فيه منهم مواطنين كثيرين ما عندهم هذا هاي الصلاحيه ان يصيروا يصوتون، فانت ضمن هيئه انتخابيه عددها اكثر عن 300,000 ناخب وناخبه، مفترض صراحه ان تكون نسبه التصويت صحيح. او نسبه المشاركه تشرف بشكل باذن الله تعالى اكثر عن 50%. ان شاء الله نتامل خير ان خلال هذه الفتره اكثر عن 50% ان شاء الله تكون نسبه التصويت باذن الله. سهلوا كنت بقول نسبه التصويت، سهلوا اكيد التصويت عبر الطريق، اكيد التصويت الالكتروني هو وايد سهل ما ياخذ الا دقائق يعني صحيح، بس من خلال بس يمكن ثواني بس مقر التصويت والحمد لله شو اسمه متنبئين خير ان شاء الله بتكون المقار الانتخابيه اللي فتحوها اللي هي 39 مقر تصويت على مستوى الدولة بتكون يوم السبت إن شاء الله بإذن الله تعالى، هي هذه اللي بتشهد إن شاء الله تضاعف الأعداد اللي إن شاء الله أضعاف اللي صوتوا بالأيام المبكرة بإذن الله تعالى. رسالتك الأخيرة اللي حابة توجهها للمجتمع بشكل عام أخوي علي وأختي مروة، أن مثل ما قلت لكم بعد رسالتي للهيئة الانتخابية، الدولة أعطتكم أمانة فكونوا قدر هذه الأمانة وفعلوا صوتكم وفعلوا طريقة الاختيار عن طريق المعايير الصحيحة للاختيار بعيدا عن المعايير الثانية، وبهذا بيتفعل دور المجلس الوطني وصوتكم أمانة، مو بس صوتكم أمانة أنتم بعد لكم دور صحيح. صوت كل واحد منكم يفرق طريقة اختياره لناخبه أو مرشحة. شكرا لك الأستاذة حصة سيف المزيود الشحي مرشحة لعضوية المجلس الوطني للاتحادي العام 2019 عن إمارة رأس الخيمة، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا أخي علي، شكرا أختي مروة، جزاكم الله خير، ما قصرت الله. وأكيد مروة وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمرشحي المجلس خلال هذه الدورة. أكيد تصبحون على ألف خير، وإن شاء الله نترياكم باكر تايونا أنتم أيضا في أمان الله. في أمان الله.